يا صباح السعادة، يا صباح الصحة على كل مشاهدي قناة النهار. النهاردة حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف، رجعنا لكم طبعا بعد أجازة العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب طبعا كانت أجازة سعيدة عليكم، وأكيد حصل فيها شوية لخبطة من اللحمة الضاني للرز للفتة للنشويات وكمان الحلويات. احنا جايين النهاردة هنصلح كل حاجة باظت في العيد، كل حاجة باظت في الأجازة اللي فاتت. هنقدر ان احنا نخس أي وزن زيادة كسبناه في الفترة اللي فاتت، سواء كان زي ما قلت لكم في أجازة العيد أو حتى الأجازة اللي قبلها. فرجعنا لكم النهاردة عشان نصلح أي حاجة حصلت غلط. خلونا النهاردة بقى نتكلم على موضوع حلقتنا، موضوع مهم قوي، وهو إن أنا إزاي أخس بصحة وفي نفس الوقت أخس من غير ما يحصل لي مشاكل في شعري أو في بشرتي أو مشاكل في أعضاء الداخلية، من الكبد، من الكلى، من الأمعاء، من القولون أو حتى القلب. عايزة أكلمكم النهاردة على، دايما بقول ان السمنة او زيادة الوزن ناتجة على زيادة الكتلة الدهنية. كل ما الدهون بتزيد في الجسم كل ما بيحصل عندي زيادة وزن. طيب لو انا عايزة اخس او عايزة اقلل في وزني، يبقى لازم اقلل في الكتلة الدهنية او اقلل في الدهون اللي عندي. طيب ازاي اقدر اقلل في الدهون؟ هنقلل في الدهون عن طريق حاجة اسمها مذيبات الدهون. النهاردة حابة اكلمكم على مذيبات الدهون. الحقيقة ان هي كتير جدا، في منها حاجات او تيبس نصايح كده هنعملها مع بعض، هنقدر ان احنا نخس بيها ونقدر ان احنا نقلل الدهون وندوبها، وكمان في طريقة تانية او في شوية حاجات كده ومشاريب بنقدر ان احنا نشربها هنقلل منها برضو الدهون او الكتلة الدهنية. خلوني الاول ابدأ باول مذيب طبيعي للدهون 100%، وهي المية. المية يا جماعة من اكتر الحاجات اللي بتقدر تدوب الدهون تماما، عشان كده دايما بننصح انه اي حد فينا لازم يشرب على الاقل في اليوم 2 لتر مية. وقلت لكم قبل كده ان المية يفضل طبعا ان هي تكون باردة، لان المية الباردة او المية الساقعة بتزود كمان في حرق الجسم وبتزود في معدل حرق الجسم للدهون. فبالتالي لو في عندنا كوباية مية ساقعة وكوباية مية عادية، لا نشرب الساقعة، لان الساقعة هيكون ليها تأثير اكبر انه تحرق دهون وتحرق سعرات اكتر. دي رقم واحد. رقم اتنين، ودي مهمة قوي يا جماعة، المذيبات بتاعت الدهون هي الخل. عشان كده حتى مثلا لو في حلة مثلا فيها شوية دهون او حاجة متراكمة بقالها فترة، رخامة المطبخ فيها شوية دهون، بنقول ايه؟ بنقول ان احنا نحط خل. ليه؟ لان الخل بيدوب الدهون. دايما يقولك حط شوية خل مثلا على الصابون او ايا كان بقى على اللي انت هتغسلي بيه، لانه الخل مذيب طبيعي للدهون. فنفس الحاجة زي ما بيدوب الدهون في الحاجات الرخامة او في الحلل والكلام من ده، هيدوب برضو الدهون في الجسم. فعشان كده بقول انه الخل من اكتر الحاجات المذيبة للدهون. بننصح طبعا بخل التفاح، رائع. خل التفاح سعراته اقل، 100 جرام من خل التفاح في 22 سعر حراري، يعتبر ولا حاجة. فبناخد كوباية مية على معلقتين من الخل. لو مش موجود خل التفاح مفيش مشكلة خالص، بنستخدم الخل العادي. يبقى كوباية مية كبيرة على معلقتين من الخل، هنقدر ان احنا ندوب بيهم الدهون تماما. طيب نيجي بقى لتالت حاجة من الحاجات المذيبة جدا للدهون، وهي كورس لين كاب. عندنا كبسولات ونقط واعشاب، التلات حاجات دول يا جماعة من اكتر الحاجات اللي بتدوب الدهون تماما. هتقدر تخسسنا في اسرع وقت باقل مجهود وكمان باقل تكلفه. والحقيقه ان كورس لين كاب عامل النهارده بعد اجازه العيد طبعا، وكل سنه وانتم طيبين، عامل النهارده خصم 70% على الكورس بكل انواعه، سواء كان كورس الكبسولات او النقط او الاعشاب. طيب ازاي تقدروا توصلوا او تطلبوا كورس لين كاب؟ هتقدروا تطلبوا الكورس عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. الارقام دي هي ارقام الفريق الطبي الخاص بكورس لين كاب، اللي هيقدر يوصل لكم الكورس لحد باب البيت في أي محافظة في النجوع في القرى. لأن في ناس كتير قوي بتتصل تقولك طب أنا ساكنة مثلا في نجع، جوه قرية، جوه مش عارف دار إيه، وجوه اي مكان في مصر هنقدر نوصله، وهيقدر كورس لين كاب هيوصل لكم في اي مكان موجود في اي محافظه من محافظات مصر. والكورس النهارده عليه خصم 70% لاول 100 متصل من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. طبعا الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه هي ارقام الفريق الطبي للكورس، هم عباره عن دكاتره تغذيه، ما هماش خبراء تغذيه. دايما باكد على المعلومه دي، ان هم دكاتره تغذيه بيتواصلوا مع الحاله، بيتابعوا معاكم كل اسبوع
علشان يشوفوا انتوا خسيتوا قد ايه. الكورس ليه قدره هايله انه يدوب الدهون زي ما قلت لكم، وانه يخسس من 10 ل 15 كيلو في الشهر، وهو كورس مواد طبيعيه 100%، ما فيهوش اي اثار جانبيه، اي حد يقدر يستخدمه، مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى مقاومه الانسولين، وكمان الاطفال. كمان حابه بقى اكلمكم ان الكورس كمان زي ما قلت لكم هو كله مواد طبيعيه 100%، اعشاب طبيعيه 100%، هو الكورس مرخص من وزاره الصحه المصريه، ودي نقطه مهمه جدا بحب قوي اتكلم عليها، لان ترخيص وزاره الصحه المصريه هو منتهى الامان والفعليه. اي منتج بيكون مترخص من وزاره الصحه المصريه ده معناه انه ملوش اي اثار جانبيه، ملوش اي سايد افكت، فاقدر استخدمه بكل امان بكل فعليه. والترخيص طبعا هيتعرض قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، ترخيص وزاره الصحه المصريه لكورس لين كاب اللي عليه النهارده خصم 70%، سواء كان الكبسولات او النقط او الاعشاب. هتقولوا لي الكبسولات بس هي اللي عليها 70%؟ لا، الكبسولات والنقط والاعشاب الثلاثه عليهم خصم 70%، والترخيص قدام حضراتكم على الشاشه، ترخيص وزاره الصحه المصريه. وطبعا صفحه الفيسبوك طبعا ما بننساهاش ابدا، قدامكم على الشاشه صفحة الفيسبوك يا جماعة. اللي حابب طبعا يطلب كورس لين كاب الكبسولات والنقط والأعشاب ممكن بيطلب من خلال صفحة الفيسبوك أو من خلال الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. دايما برشح لكم وإن أنتوا تتصلوا من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، لأنه الحقيقة الأرقام هما الاستجابة بتبقى أسرع شوية من الصفحات. هو بعد ما الحلقة بتخلص وبعد ما أرقام التليفونات بتهدى شوية بيبتدوا الفريق الطبي يبصوا على صفحة الفيسبوك، فطبعا أفضل الأرقام حتى ولو لقيتوها مشغولة أو مفيش رد بيبقى بسبب ضغط المكالمات، فحاولوا تاني. معانا صباح، ازيك يا صباح؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ يا دكتورة صباح الفل. عاملة إيه؟ أنتِ صباح وصباح الفل. بتكلمينا من فين يا صباح؟ من بالبيت. أهلا بيكي، أهلا وسهلا. اتفضلي سؤالك. سؤالي كنت عايزه حاجه ان احنا للعمود الفقري، يعني التخسيس والحاجات دي، يعني حاجه للالم وكده. ايوه. وفي نفس الوقت ان انا عايزه اخس. طيب بصي بقى، خلينا نبقى متفقين على حاجة يا صباح. ألم العمود الفقري اللي عندك ناتج على زيادة الوزن. دايما أي حد عنده زيادة في الوزن أو عنده سمنة بيأثر على المفاصل، بيأثر على العمود الفقري، بيأثر على الركبة. فدايما بنقول لازم نخس عشان مشاكل العظم تتحل. فأنت دلوقتي بتقولي عندك مشكلة في العمود الفقري، ده 100% نتيجة لزيادة الوزن. قوليلي أنت وزنك قد إيه؟ والله أنا ما وزنتش بصراحة. طب انت يعني شايفه انه بيقولوا، يعني شايفه ان انت تخينه او عندك زياده في الوزن، بينصحوكي ان انت تخسي مثلا؟ الواحد بيبقى عارف كده قدام نفسه قدام المرايه كده، حاسه ان في زياده في الوزن. هو محتاجه بصراحه، بس انا ما وزنتش. بصي بقى، بصي يا صباح، دلوقتي احنا زي ما انت بتقولي في الام في العمود الفقري او الام في المفاصل، معناه ان في زياده كبيره في الوزن، مش زياده قليله كمان، لانه المفاصل والركبه والعمود الفقري ما بتستحملش الوزن التقيل قوي، مش الوزن التقيل حتى بس، التقيل قوي ما بتستحملوش. فمعنى كده ان انت عندك طبعا وزن زياده. عايزاكي توزني يا صباح وتقولي لي طولك قد ايه وتبعتي لي على صفحه الفيسبوك عشان اقدر احدد بالظبط نوع السمنه، إذا كانت سمنة مفرطة أو سمنة عادية. فطبعا أنصحك من بعد ما توزني يعني هتبعتي لي الوزن والسن والطول، ولو عندك أي مشاكل صحية، لو عندك مثلا ضغط أو سكر يا صباح. لا 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 ما عنديش الحمد لله. طيب بصي بقى، هنحتاج ناخد الكبسولات مبدئيا، كبسولات لين كاب دي هتقدر تنزلك من 10 ل 15 كيلو في الشهر. بس دايما بحب يا جماعه في حالاتي انه لازم تكونوا وزنين، يعني ابقى عارفه الوزن وابقى عارفه الطول علشان اعرف احنا بنلعب في رينج قد ايه. انا مش مجرد ما بديكي مثلا دواء واقول لك او الاعشاب او النقط او الكبسولات واقول لك مع السلامه، لا، انا لازم ابقى عارفه ايه النوع اللي انت هتاخديه، هتخسي عليه قد ايه، محتاجه تاخدي الكبسولات بس، النقط بس، الاعشاب بس، الثلاثه مع بعض عشان اقدر احدد الحاله. فلازم اي حد يا جماعه بيكلمني او هيبعت لي على صفحه الفيسبوك يبقى عارف الوزن والسن الثلاث، اكتبوا الوزن والسن والطول، ولو في اي مشاكل صحيه، عشان ده اللي بيحدد احنا بندي قد ايه وبنبقى عايزين نخس قد ايه، واقدر على الاساس ده اقيم الحاله اللي قدامي. فمبدئيا يا صباح، على بال ما توزني وتقولي لي طولك، هناخد الكبسولات. الكبسولات النهارده بتاعت لين كاب
هي اعشاب طبيعيه 100% صباح، هتقدر تنزل معاكي من 10 ل 15 كيلو في الشهر، طبعا مرخصه من وزاره الصحه المصريه. الاعشاب من مكوناتها خلاصه الشاي الاخضر، الجارسينيا، الكروميوم، الكارنيتين، الحاجات دي كلها، الجورانا، الحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل فيما بعد. فطبعا هتاخدي الكبسولات يا صباح عليها النهارده خصم 70%، وانصحك بشرب الميه الكتير، عايزه على الاقل 2 لتر في 2 لتر ميه تشربيهم كل يوم، علشان ده بيعلي جدا من معدل حرق الجسم للدهون، وكمان بيحسس بالشبع لفتره اطول، وده اللي انا محتاجاه. طيب نتكلم بقى على مذيبات الدهون. انا كنت قلت لكم اول حاجه الميه، تاني حاجه اتكلمنا عليها الخل، تالت حاجه في حاجه يا جماعه مهمه قوي اسمها الشوربه الحارقه، اعتقد ان كتير منكم بتسمعوا عنها. الشوربه الحارقه هي عباره عن شوربه بتبقى مليانه كبريت وفوسفور، اللي هم ايه؟ اللي هو الكرنب، الفجل، البصل، الثوم، الحاجات دي كلها بتبقى مليانة فوسفور وكبريت، هتشتغل ان هي تشبع الجسم، تفضلي فترة طويلة شبعانة وتحرق الدهون، عشان كده احنا بنسميها الشوربة الحارقة. الشوربة الحارقة دي يا جماعة لو شربتوها كل يوم ليها قدرة ان هي تحرق ربع كيلو من الفاتس الدهون، فطبعا ده هايل، ولازم تاكلوها وهي سخنة. بتحطوا المكونات كلها على بعض، بصل وثوم وكرنب وفجل، ويتضربوا في الخلاط، في ناس بتحب وقرنبيط، القرنبيط مهم جدا. بتسلقوهم، في ناس بقى بعد ما بتستوي او بتتسلق بيضربوها عادي، يطحنوها في الخلاط او هاند بلندر وات ايفر، وفي ناس عادي بتاكلها كده، فدي بنسميها الشوربه الحارقه، ليها قدره هايله ان هي تحرق الدهون وكمان تدوب الدهون، فمن مذيبات الدهون الهايله جدا اللي زي ما قلت لكم بتخسس ربع كيلو جرام من الفاتس او من الدهون. بتتشرب لازم تبقى سخنه، ما حدش يستنى وهي ما تبرد، هي حلاوتها في ان هي لازم تشرب وهي سخنه علشان تجيب النتيجه المطلوبة. طيب رابع مذيب بقى من مذيبات الدهون، وانا شخصيا بحبه جدا وبيجيب معايا تأثير يعني قوي جدا، وخصوصا لما بلخبط شوية في الاكل، وهو ان انا بجيب برطمان. انا بجيب برطمان كبير واحط فيه 50، اكتبوا بقى ورايا في الكشكول بتاعكم اللي احنا عارفينه، 50 جرام من القرفة، 50 جرام من الجنزبيل، 50 جرام من الكركم، وربع كيلو من الشمر. تحطوهم كلهم في اللي هو جار، او في اسمه ايه، اسمها ايه، جار او اسم برطمان. بنحطه في برطمان وناخد معلقه صغيره منه على ميه سخنه، يفضل يكون قبل كل وجبه بنص ساعه. مذيب وحارق للدهون، فعال جدا جدا جدا، جربوه قولوا لي. عبير، ازيك يا عبير؟ الو، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله يا عبير، انت كويسه؟ الحمد لله. ممكن اخد 10 دقايق من وقتكم؟ ايوه طبعا، اتفضلي يا حبيبتي، احنا ارقام التليفونات موجوده للتواصل طبعا مع الفريق الطبي لكورس لين كابل، عليه النهارده خصم 70% لاول 100 متصل بس. اتفضلي، فانت من معانا يا عبير. انا وزني 120 كيلو. ايوه. عندي السكر. ايوه. جعانه باكل، شبعانه باكل، فرحانه باكل، علينا باكل. وانت طولك قد ايه؟ طولك قد ايه يا عبير؟ 160. تمام. يعني بجد بجد يا دكتور، والله النفسية يعني تحت الصفر. ما بقتش اقدر اقوم، جالي الغضروف في ظهري، الخشونة في رجلي، ما بقتش اعرف البس، مش بقتش اعرف اخدم اولادي، كمان بكتئب اكل اكتر. بقى عندي مشاكل، خدت ادوية كتير جدا ومتعارف عليها، معدتي تعبتني من كتر البراسيوم. طيب انا عايزة اسألك، انت عندك اي مرض غير السكر؟ عندك ضغط؟ احيانا بيوصل. تمام. وسنك قد ايه؟ 33 سنه. 33 سنه، انت لسه صغيره يا عبير، الحرق عندك حلو. بصي، او يعني انا عايزاكي تديني وعد كده انك من النهارده هتبداي معايا رحله الدايت، تمام؟ توعديني على كده. تمام. بصي بقى، أول حاجة يا عبير لازم مبدئيا، طبعا احنا خارجين من أجازة العيد، لخبطنا كتير، أكلنا فتة ولحمضاني وحلويات، ولخبطنا كتير في الأكل، صح؟ كتير، أكلت كتير. حلو قوي، عايزين بقى نهدي الدنيا ونهدي اللعب شوية، ومش هقولك امنعي نشويات، احنا ما بنمنعش، احنا عمرنا هنا ما بنمنع أي حاجة، ما بنحرمش نفسنا من الأكل أبدا، بس
هنقلل نشويات يا عبير، هنقلل نشويات. ايه النشويات؟ عشان الناس كتير ما يعرفوش ايه النشويات، هما ثلاث حاجات، سيبكم من اي حاجه ثانيه، اي نشويات في الدنيا هما ثلاث حاجات، رز مكرونه عيش. رز مكرونه عيش، دول النشويات. يا دكتور النسكافيه او القهوه انا لازم، انا هقول انا لو مش هقول لك على المشروبات، بس خلينا الاول في الاكل. يعني الرز والمكرونه والعيش دول النشويات، مش هنمنعهم، هنقللهم، دي رقم واحد، تمام؟ يعني بدل ما انت يا عبير بتاكلي 10 معالق رز خليهم 5، بدل ما تاكلي 10 معالق مكرونه خليهم 5، بدل ما بتاكلي رغيف كامل خليه نص رغيف. حلو معايا كده؟ طيب احنا قللنا نشويات يا عبير. الناحيه الثانيه بقى، كفه الميزان الثانيه عشان تظبط، هنعمل ايه؟ هنزود خضار وفاكهه وبروتين من غير دهون. ركزي، خضار وفاكهه وبروتين من غير دهون. طب اشمعنى الخضار والفاكهه؟ عشان مليانين بالالياف، وما دام الالياف عندي موجوده في الجسم يبقى انا هشبع لفتره اطول، وانا هدفي كله في منظومه التخسيس ان انا احس ان انا شبعانه على طول عشان ما اكلش وما رمرمش وازيد في الوزن. يبقى هزود الناحيه الثانيه، الخضار اي خضار باي كميات مش هتفرق، خضار وفاكهه وبروتين من غير دهون. يعني ايه بروتين من غير دهون؟ ما اشوفش بقى حد يمسك لي بقى اللحمه الضاني اللي مليانه دهن، اللحمه معرفش الكندوز جايبها دهن بس ملبسه، لا الكلام ده لا، احنا عايزين بروتين من غير دهون. والبروتين مش بس لحمه على فكره يا جماعه، البروتين عندك لو هتاكلي لحمه تبقى لحمه من غير دهون، فراخ ايا كان، سواء كان صدور فراخ عادي او صدور فراخ مشويه، السمك بروتين، السمك المشوي ده يعتبر بروتين. الحاجات التانيه اللي احنا ما بناخدش بالنا منها وهي بروتين زي الزبادي زي الفول، الحاجات دي كلها بروتينات. فاحنا هنزود خضار وفاكهه وبروتين اللي قلت لكم عليه، مع يا عبير وقلنا هنقلل النشويات، مع شرب 2 لتر ميه في اليوم يوميا مهم جدا، وقلت لك الخل مع القرفه والجنزبيل مهم قوي، وهتاخدي الكورس كامل، كورس لين كاب، الكبسولات والنقط والاعشاب عليه النهارده خصم 70%، هتطلبيه من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وان شاء الله تلحقي العرض، لان هما بيقولوا لي دلوقتي نص المتصلين 50 متصل طلبوا الكورس لين كاب، فان شاء الله تلحقي وتكوني من اللي هم موجودين معانا المتصلين الموجودين اللي هيطلبوا كورس لين كاب، سواء كان كبسولات ونقط واعشاب. طبعا انت يا عبير في حالتك عندك سمنه مفرطه، فعشان كده هتطلبي الكورس كامل كبسولات ونقط واعشاب، وهوصلك بالفريق الطبي اللي هياخد بياناتك كامله والعنوان عشان يبعتوا لك الكورس اللي عليه النهارده خصم 70%، هي اعشاب طبيعيه 100%، ملوش اي اثار جانبيه، مرخص من وزاره الصحه المصريه. حابه افكركم طبعا بارقام التواصل من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، التواصل مع الفريق الطبي اللي كله دكاتره، اللي بيتواصل مع الحالات مره كل اسبوع عشان يشوفوا انتوا خسيتوا على الكورس ده قد ايه، وكمان بيتواصلوا معاكم ويعرفوا لو عندكم اي استفسار اي سؤال بخصوص الكورس بيردوا طبعا عليكم. ارقام الارقام قدامكم على الشاشه، والنهارده خصم 70% لاول 100 متصل على كورس لين كاب، وكمان صفحه الفيسبوك قدامكم على الشاشه، اللي مكسل انه يتصل ممكن يبعت رسائل من خلال صفحه الفيسبوك، هياخد الكورس برده عليه خصم 70%، مش بس على الكبسولات، لا ال 70% خصم على الكبسولات وعلى النقط وعلى الاعشاب. طيب نتكلم بقى على طبعا من مذيبات الدهون، نراجعها تاني. اول حاجه قلت لكم الميه اكبر مذيب للدهون، تاني حاجه قلنا الخل سواء كان خل عادي او خل تفاح، بناخد معلقه كبيره على كوبايه ميه، سواء كان خل عادي او خل تفاح بتاخدوه الصبح على الريق. الناس اللي عندها مشاكل في المعده بلاش الصبح، بناخده بعد الفطار. تالت حاجه القرفه والجنزبيل مع الكركم والشمر، ده بناخد منه معلقه على كوبايه طبعا ميه سخنه ونشربها قبل كل وجبه. الناس اللي ممكن تنسى ان هي تشرب المشروب ده قبل كل وجبه، ممكن مره في اليوم كفايه قوي، وهيخسس معاكم ويذيب الدهون بطريقه سحريه. والشوربه الحارقه طبعا دي من الماكولات، قلت لكم المكونات اللي هي فيها الفوسفور، فيها الكبريت، الحاجات الكرنب، الفجل، القرنبيط والبصل والثوم، وبعد ما يستووا كويس قوي بنضربهم في الهاند بلندر او نضربهم في الخلاط، او في ناس بتحب طبعا تاكلهم كده مفيش مشكله. طيب كمان الحبهان بقى يا جماعه مهم قوي، الحبهان لما اخد فص حبهان الصبح على الريق ده بيبقى تحفه، بيذيب الدهون من اكبر
اكبر مذيبات الدهون، لانه كمان بيقوي عضله القلب، بيزود سرعه اندفاع الدم، فبالتالي بيحرق الدهون بشكل اكبر. فمهم قوي فص الحبهان كل يوم الصبح، ده بيعمل مذيب جدا للدهون. معانا دلوقتي بقى سمر، اعرضوا لنا يا جماعه صوره سمر. سمر من اكتر ومن انجح الحالات اللي استخدمت كورس لينكاب. هي الحقيقه سمر خدت الكبسولات والاعشاب بس، ما خدتش النقط، اخدت الكبسولات والاعشاب. وزي ما انتم شايفين قدرت سمر ان هي تخس 30 كيلو في 3 شهور، بمعدل تقريبا كل شهر كانت بتخس 10 كيلو. طبعا انجاز، وانا اكيد بوجه لك تحيه كبيره يا سمر، لانك كنت من اكتر النماذج الناجحه جدا مع كورس لين كاب. وشايفين حياتها يا جماعه اختلفت ازاي، حتى طريقه لبسها، الالوان اللي هي لبستها، طريقه اختيارها للالوان، زي ما انتم شايفين طبعا فرق جدا 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 في صحتها، فرق في الحاله بتاعتها، ازاي كانت بتقدر ان هي تشتغل، فرق جدا جدا في كل حاجه يعني. فبنوجه لك طبعا تحية كبيرة يا سمر، وبجد كنت من أكتر النماذج الناجحة المشرفة مع كورس لين كاب. زي ما قلت لكم خسيت 30 كيلو في 3 شهور، وكانت بتاخد الكبسولات والأعشاب فقط لا غير. طيب حابة بقى أكلمكم على كبسولات والأعشاب والنقط لكورس لين كاب. أنا زي ما قلت لكم هي أعشاب طبيعية 100%، نباتات طبية، ما فيهاش أي حاجة كيميائية، ما فيش مواد كيميائية عندنا في الكورس، ملهاش أي آثار جانبية، ملهاش أي مشاكل، ما بتأثرش إطلاقا على المخ أو على الجهاز العصبي المركزي. من مكونات الكورس عندنا مستخلص الجورانا، عندنا الكارنيتين، عندنا الجارسينيا، عندنا خلاصة الشاي الأخضر، عندنا الكروميوم، عندنا مجموعة فيتامينات ومعادن متكاملة. كل ده هقدر بقى أكلمكم عليه بعد الفاصل. خلونا نخرج فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل ونتكلم أكتر على مكونات كورس لين كاب اللي عليه النهاردة خصم 70% الأول 100 متصل فقط. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وحابه افكركم بارقام التواصل لكورس لين كاب، الكورس الطبيعي اللي هيقدر يخسسكم من 10 ل 15 كيلو في الشهر. انتوا وشطارتكم بقى لو ما مشيتوش خالص على اي نظام غذائي او اي دايت بنخس 10 كيلو، مشينا على دايت وقللنا اكلنا شويه بنخس 12 و15 كيلو في الشهر. يعني ممكن لو اي حد عنده سمنه مفرطه عنده 30 كيلو زياده 40 كيلو زياده ممكن يخسهم في 3 شهور 4 شهور. فطبعا هو كورس ساحر بيقدر يدوب الدهون بطريقة آمنة ويخرجها بره الجسم من غير ما يعمل أي آثار جانبية أو أي مشاكل، ما فيهوش أي مواد كيميائية. زي ما قلت لكم هو عبارة عن أعشاب طبيعية، أعشاب طبية، نباتات طبية 100%، مضاف عليها شوية فيتامينات ومعادن عشان تقوي الجهاز المناعي وتحسن طبعا من صحة الشعر ومن صحة البشرة. أي حد عايز يطلب الكورس بيطلب من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. الكورس النهاردة عليه خصم 70% لأول 100 متصل بس، وكمان صفحة الفيسبوك عندنا لو أي حد بقى مكسل إنه يتصل بيبعت على رسائل الصفحة بيردوا عليكم بعد انتهاء الحلقة بشوية كده. أي حد طبعا هيتصل على الأرقام هيلاقي فيه مشكلة إنه مثلا الأرقام مشغولة أو محدش بيرد، معلش حاولوا تاني وجربوا تاني، لأنه للأسف بيبقى ضغط مكالمات كتير جدا على الفريق الطبي. حابة أقول لكم إنه أي الفريق الطبي أو الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة هي أرقام الفريق الطبي لكورس لين كاب. دول دكاترة التغذية يا جماعة بيتواصلوا مع الحالة، مش مجرد ان هم بيدوكوا العلاج كده وخلاص، لأ، بيعرفوا تفاصيل الحالة، هيعرفوا السن قد ايه، الوزن قد ايه، الطول قد ايه، ولو في اي مشاكل صحية عندكم بيتواصلوا معاك ويعرفوا الفايل وملف كامل للحالة. وعلى الأساس ده الدكاترة بتديكوا الكبسولات أو النقط أو الأعشاب، وكمان بيتواصلوا معاكوا بعد ما بتاخدوا الكورس مرة كل أسبوع علشان يعرفوا أنتوا خسيتوا قد إيه في الأسبوع ده. بيبقى فيه نظام غذائي محدد لكل حالة، أي حد عايز نظام غذائي بيتصل بالفريق الطبي بياخد النظام الغذائي أو الدايت اللي مع الكورس. الكورس النهاردة زي ما قلت لكم عليه خصم 70%، مش بس على الكبسولات، لأ، المفاجأة إن هو على الكبسولات والنقط والأعشاب خصم 70%. بيوصل الكورس لأي محافظة من محافظات مصر، لأي نجع، لأي قرية، احنا موجودين معاكم في أي مكان في مصر طبعا، وبيوصل
تسلقه في خلال 24 ساعة أو أكتر شوية طبعا في المحافظات البعيدة. وحابة بقى أكلمكم النهاردة على كورس لين كاب. إحنا كنا اتكلمنا قبل الفاصل إن كل مكونات طبيعية 100% زي الشاي الأخضر، زي مستخلص الجورانا، زي الإل كارنيتين، زي الكروميوم أو زي الجارسينيا. عايزة أكلمكم بقى على كل حاجة بالتفصيل. بس معانا حالة دلوقتي صورة ولا اتصال يا جماعة؟ معانا صورة وأحد النماذج الناجحة جدا مع كورس لين كاب. معانا أمنية زي ما أنتم شايفين، أمنية طبعا نزلت مع كورس لين كاب، كانت بتاخد الكبسولات والنقط والأعشاب، فنزلت في حوالي شهرين ونص تقريبا 20 كيلو أو 22 كيلو بالظبط. وزي ما انتم شايفين النتيجة، انا مش محتاجة اتكلم كتير على نتيجة امنية بعد استخدام كورس لين كاب. اخدت الكبسولات والنقط والاعشاب وخست 22 كيلو في حوالي شهرين او شهرين واسبوعين. وعايزة اقول لكم ان امنية كانت من الناس اللي هي، طبعا بوجه لك تحية اكيد يا امنية، كانت من الناس اللي مش ملتزمة قوي، اللي هي ايه، كانت تلخبط شوية في الاكل، كانت مش عارفة تتصل بالدكتور تقول له، اللي هو دكتور في الفريق الطبي الخاص بكورس لين كاب، كانت تتصل تقول اصل لخبطت ما اعرفش كلت حلويات النهارده، كلت نص صينيه بسبوسه، كلت، كانت بتلخبط كتير جدا. فكانت اكيد عامله مشاكل مع الدكتور علاء اللي كان بيتابع معاها. بس في الاخر قدرت توصل للوزن المثالي مع كورس لين كاب الكبسولات والنقط والاعشاب، وخست 22 كيلو. هي غلبتنا شويه عشان اكلها كان صعب، بس في الاخر خست 22 كيلو في حوالي شهرين واسبوع. ودي طبعا كانت من احد النماذج طبعا الناجحه جدا كورس لين كاب. عليه النهارده خصم 70% وان شاء الله كله يلحق، لانه لاول 100 متصل بس ان شاء الله كله يلحق يطلب الكورس وعليه الخصم 70%. عايزه اكلمكم بقى على المكونات الكورس. هنتكلم اول حاجه على خلاصه الشاي الاخضر. طبعا الشاي الاخضر من اكتر الحاجات المذيبه للدهون. الشاي الاخضر غني جدا بمضادات الاكسده. مضادات الاكسده او الانتي اوكسيدنت ايجنتس دي بتعمل ايه؟ بتقدر ان هي تعلي جدا من معدل حرق الجسم للدهون، تقدر كمان تحرق وتذوب الدهون تماما. فعشان كده بنقول ان خلاصه الشاي الاخضر من اكتر الحاجات الفعاله جدا في كورس لين كاب. كمان خلاصه الشاي الاخضر، في ناس تقول لك طب ما انا ممكن اشرب كوبايه شاي اخضر وابقى كده فل قوي و10 على 10. لا، خلاصة الشاي الأخضر اللي موجود في كورس لين كاب هو مش شاي أخضر عادي، هو شاي أخضر جرين تي اكستراكت، واخدين الخلاصة بتاعته ومعالج معالجة طبية، عليه بعض الإضافات أو بعض الأديتيفز اللي بتقدر إن هي تعلي الحرق، مش شاي أخضر عادي. النقطة دي مهمة قوي. طيب كمان تاني مكون من مكونات كورس لين كاب سواء كان في الكبسولات او النقط او الاعشاب، الجارسينيا. الجارسينيا طبعا كلنا تقريبا عارفين، يعني معظمنا عارفين ان نبات الجارسينيا من اكتر الحاجات ومن اكتر النباتات اللي بتلعب دايما على الدهون، بتستهدف الدهون. وزي ما قلت لكم انه اي زياده في الوزن بيبقى مصاحب دايما بزياده الدهون او زياده الكتله الدهنيه في الجسم. فانا عندي دهون كتير معناها ان انا عندي وزن كتير. الجارسينيا هتشتغل على الدهون، هتعمل ايه؟ هتارجت الدهون، بتحب الدهون موت، هتدخل الجسم في الكبسوله تدور تشوف الدهون موجوده فين في الجسم. الناس اللي عندها دهون في منطقه البطن هتشتغل عليها وتدوبها وتخرجها. الناس اللي عندها دهون في منطقه الارداف اللي هي المنطقه السفليه هتشتغل على الدهون في المنطقه دي وتخرجها. الناس اللي عندها دهون في منطقه الدراعات هتشتغل على المنطقه دي وتخرجها، علشان بيبقى فيها ماده سحريه اسمها ال HCA او الهيدروكسي سيتريك اسيد، ده بيقدر انه يدوب الدهون تماما. معانا نجلاء. ازيك يا نجلاء؟ ازيك يا دكتوره؟ اخبارك ايه؟ معلش يعني انتظرتي شويه بس. عامله ايه؟ الحمد لله. انا حتى كنت عايزه اشكر حضرتك على المنتج وكده، عشان انا لما شفت البرنامج وراحه كنت خايفه من المصداقيه وكده، لما اخذته وجربته ايوه انا 19 كيلو. ما شاء الله، حلوة قوي. فقد ايه تقريبا يا نجلاء؟ بالظبط في شهرين، شهرين واسبوعين. ده حلو قوي. نزلتي كام معلش؟ 19 كيلو تقريبا في شهرين. يعني احنا بنتكلم في كل شهر تقريبا معدل 10 كيلو. انت صورتك معانا منوره يا نجلاء، طبعا شايفه نفسك بعد قبل وبعد سحر.
أكيد طبعا. أنا عايزة أقول لك يعني طبعا إحنا شايفين الصورة أهي قدامنا يا نجلاء. نجلاء يا جماعة خست 19 كيلو في حوالي شهرين، يعني بمعدل تقريبا كل شهر 10 كيلو. طب قولي لنا بقى نجلاء، إيه أخبار يعني لما أخدتي الكورس كنت بتقللي في أكلك شوية أو ماشية على نظام غذائي؟ انا عشان خاطر المصداقيه وكده كنت خايفه ان انا اجيب بس انا حبيت ان انا اكل برضه واكون طبيعيه عشان اشوف المنتج هيجيب معايا نتيجه ولا لا. يعني انت ما قللتيش في اكلك ولا حاجه، انت اخدتي الكورس مع نفس اكلك وخسيتي 20 كيلو في شهرين. هو النظام الطبيعي ليا كنت ماشيه عليه. ده اللي انا بقوله لكم يا جماعه، ان انا قلت لكم في الاول ان كورس لين كاب بيقدر انه يخسس من 10 ل 15 كيلو في الشهر، 10 لو انتم مش ماشيين على نظام غذائي ملخبطين في الاكل، 12 15 كيلو طبعا لو انتم منتظمين وقللتوا في اكلكم بتوصلوا ل 15 كيلو في الشهر لو انتم ماشيين على دايت او على رجيم. فحاله نجلاء طبعا زي ما هي قالت قدامنا، واعترفتي يا نجلاء ان انت ما كنتيش ماشيه على دايت وقدرتي ان انت تخسي في شهرين 20 كيلو، فطبعا ده انجاز اكيد. أكيد طبعا. طب كلمينا يا نجاة، أنت إزاي حياتك اختلفت بقى؟ يعني إزاي حياتك اختلفت بعد ما خسيتي؟ اختلفت بقى في اللبس، واختلفت في روحي أنا، إن أنت حاسة إن أنت بقيتي خلاص ما شاء الله، يعني حسيتي حاجات كتير قوي، تغيرات بقى، وإن أنت مبسوطة، وإن أنت حابة إن أنت تلبسي، حابة إن أنت تخرجي، حابة إن أنت تقعدي كده مع أصدقائك كده وأنت واحد ثانية بمعنى أصح. لا بنسبة 99% من حياتي طبعا. صح طبعا، انا بحييكي جدا يا نجلاء. وانت لسه مكمله ولا خلاص وصلتي للوزن المثالي وخلاص؟ مكمله طبعا، مع بال ما اخلص الكورس نفسه وكده. بس هو فكره برضه ان انا يعني عايزه اثبت وزني على كده، هل هيبقى دوت كفيل ان هو يثبتني ولا محتاجه ان انا اعمل حاجه ثانيه؟ بصي، لو انت محافظه على نظام اكلك، يعني بعد ما انت خسيتي عايزاكي بقى تحافظي على نظام اكلك، انت من نفسك هتلاقي ان معدتك اصلا صغرت، فبعد الكورس بعد ما خسيتي المعده صغرت، فكميه الاكل اللي هتدخل المعده هتكون اقل. فلو انت قادره ان انت تحافظي على الاكل بتاعك وما تزوديش في الكميات وترجعي تاني تلخبطي في الاكل، استمري على كده. حاسه ان انت ممكن تلخبطي وان الوزن عندك ما يفضلش ثابت، انصحك بالكبسولات. هناخد الكبسولات بس من الكورس علشان تقدر ان هي تثبت الوزن يا نجلاء معاكي. تمام يا نجلاء. والنهارده الكبسولات عليها 70% يا نجلاء خصم عن سعرها الاساسي، يعني انت هتدفعي 30% بس من السعر الاساسي. هوصلك بقى للفريق الطبي هيتواصل معاكي علشان انت اول من اول 100 متصل هتاخدي 70% خصم على الكبسولات. بفكركم طبعا بارقام التواصل لكورس لين كاب، هيوصلكم في اي مكان في مصر، في اي محافظه، في اي قريه، في اي نجع، من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. بيرد عليكم نخبة كبيرة جدا من أكبر ومن أميز ومن أشطر دكاترة التغذية لكورس لين كاب، بيعرفوا الحالة بتاعتكم، بيرشحوا لكم الكورس المناسب لكل حالة، بيوصلكم لحد باب البيت، وكمان النهاردة عليه خصم 70% لأول 100 متصل سواء كان كبسولات أو نقط أو أعشاب. في حاجة بقى حابة أكلمكم عليها عشان الفريق الطبي كان بيتكلم معايا امبارح في النقطة دي، إنه في ناس مثلا جارتها خست على كورس لين كاب، صاحبتها خست على كورس لين كاب، اختها خست على كورس لين كاب، اختها مثلا خدت الكبسولات والنقط والاعشاب. تيجي هي تطلب مع الفريق الطبي عايزه الكورس، تقول لهم انا سني كذا، وزني كذا، طولي كذا، مشاكلي الصحيه مثلا عندي سكر او ضغط او اي وات ايفر يعني ايا كان، فانا عايزه اخد الكبسولات والنقط والاعشاب. فيجي الدكتور اللي بيكلمها من الفريق الطبي يقول لها لا، ما ينفعش تاخدي مثلا الكبسولات والنقط والاعشاب، انا هديكي كبسولات ونقط بس. تقول له لا، انا عايزه زي جارتي، هي خست على الثلاث منتجات فانا عايزه الثلاثه. ويحصل بقى خلافات وشد وجذب بين الدكتور وبين الحاله ان هي عايزه تاخد الثلاث منتجات. فاحنا هدفنا او كورس لين كاب يا جماعه هدفه انه مش بس انه عشان يدي ويبيع والكلام من ده، لا، احنا هدفنا صحه الحاله اللي قدامنا. بيبقى الدكاتره عارفين ايه الحاجات اللي بتخسس، الحالة دي محتاجة ايه بالظبط، فبيديهولك مش مجرد انه عايز يبيع وخلاص. فارجوكوا يا جماعة اي حالة هتتصل بالفريق الطبي اللي قدامكم من خلال الارقام اللي ظاهرة على الشاشة، الفريق الطبي بيبقى اكبر واحد او اكتر واحد خايف جدا على صحتك قبل منك،
بلس انه بيبقى عارف ودارس الحاله كويس، فما ينفعش انه حد يعني يطلب مثلا حاجات مش مترشحه له من الفريق الطبي، ده بيبقى غلط طبعا. مش عشان خالتك او اختك او صاحبتك خست على الكورس كامل او خست ان هي خدت الكبسولات والنقط فانا لازم اخد زيها، كل حاله بيبقى ليها الكورس المناسب ليها، مش مجرد ان احنا بندي اي حاجه كده وخلاص. طيب برجع اقول لكم انه كورس لينكاب احنا اتكلمنا على خلاصه الشاي الاخضر، اتكلمنا على نبات الجارسينيا وقد ايه بيقدر انه يفتت الدهون ويخرجها بره الجسم. الجارسينيا اللي موجوده في كورس لينكاب من اكتر الحاجات الفعاله جدا يا جماعه للناس اللي عندها بطن وعندها ارداف اللي هي المنطقه السفليه، الناس اللي عندها سمنه او زياده في الوزن في منطقه البطن والمنطقه السفليه اللي هي المنطقه اللي تحت دي اكتر حاجه بينفع معاها كورس لينكاب، خصوصا الكبسولات علشان فيها نسبة أو تركيز الجارسينيا فيها عالي جدا، فبيشتغل على المنطقة دي وده اللي احنا عايزينه، انه بيدوب الدهون في المنطقة دي وبيخرجها بره الجسم فبتخسه بشكل أسرع وبشكل صحي. كمان الكارنيتين من اكتر الحاجات اللي موجوده في كورس لينكاب بتشتغل حلو قوي على الدهون. الكارنيتين لاي حد بيلعب رياضه او بيلعب جيم او بيشيل حديد بيبقى عارف ان هو عباره عن امينو اسيد او حمض اميني موجود في الجسم، لقدره هايله جدا انه يحول الدهون لطاقه. عشان كده دايما بنلاقي ان الاثليتكس او الناس اللي هي بتلعب جيم بياخدوا الكارنيتين دي كبسولات، ليه؟ لانها بتحول الدهون لطاقه، فبالتالي بقدر اوصل للجسم المثالي. فالكارنيتين موجود كمان في كورس لينكاب. الكارنيتين مهم قوي انه بيحسن صحه القلب، بيحسن صحه الاوعيه الدمويه، الناس اللي عندها مشاكل في الكلى بيعالج كمان مشاكل الكلى. معانا عصام، ازيك يا عصام؟ يا صباح الخير. يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ اخبار حضرتك ايه؟ منوره الدنيا. الحمد لله طيبة. وانت طيب، وانت طيب يا عصام، كل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ ما شفناش حضرتك. معلش احنا كنا اجازه بقى، احنا راجعين لكم. كل سنه حضرتك طيبه. كل سنه وانت طيب يا عصام، اتفضل. بالف خير يا دكتوره، انا شفت حضرتك كذا مره بصراحه و يعني انت عارفه ان الكلام في حاجات التخسيس دي ما بيبقاش فيه صدق بقدر كافي. طبيعي صح تمام. بصراحه انت في ثقه شويه يعني، ف ربنا يخليك. انا محتاج اخد الكورس ده لزوجتي. تمام، هي زوجتك قد ايه وزنها تقريبا يا عصام؟ وزنها يعني تقريبا 98 100 تمام. يعني في الحدود دي. تمام، هي مش طويله، هي طولها 158. تمام، هي عندها كده سمنه مفرطه، مأثر يا عصام على الركبه على المفاصل وعلى الحركه. اصل هي لسه صغيره فما فيش شكوى من الحاجات دلوقتي، لكن هياثر اكيد بعدين يعني. لان هي طبعا السمنه بالظبط. هو كويس ان انت لحقتها يا عصام دلوقتي، لان السمنه المفرطه دايما بتاثر على العظم، بتاثر على المفاصل، على الركبه، على العمود الفقري، فعلى صحه العظم، فلازم تلحق تخس من دلوقتي من النهارده. فاحنا يعني احنا مع حضرتك، فانت توجهينا بقى يعني رجاء يعني بعدين. تمام، بص يا عصام، احنا طبعا مع زوجتك هناخد الكبسولات والنقط والاعشاب، هناخد الكورس كامل. الكورس ما فيهوش، عشان النقطه اللي انت اتكلمت فيها في الاول ان هو طبعا الحاجات دي ما بتبقاش يعني ساعات بتسبب قلق شويه لبعض الناس، فاحب اطمنك جدا ان الكورس كورس لينكاب سواء كان الكبسولات او النقط او الاعشاب هو عباره عن مواد طبيعيه ملهاش اي اثار جانبيه، ملهاش اي اضرار على الشخص اللي بيستخدمها، مواد طبيعيه 100% زي الشاي الاخضر، زي الجارسينيا، زي الجورانا، زي الكارنيتين، الكروميوم، كلها مواد طبيعيه ما بتاثرش خالص على المخ ولا على الجهاز العصبي المركزي. بالاضافه ان الكورس مرخص من وزاره الصحه المصريه، وهعرض لك الترخيص دلوقتي يا عصام على الشاشه، لان الكورس مترخص من وزاره الصحه المصريه، وما دام اي منتج يا جماعه مترخص من وزاره الصحه المصريه استخدموه من غير اي قلق، من غير اي خوف، من غير اي يعني قلق انه مثلا ممكن ما يكون في اي اثار جانبيه، ممكن يكون ليه اي مشاكل. لا، هو مترخص من وزاره الصحه المصريه، يبقى معنى كده ان هو امن تماما، ما بيأثرش على المخ. فدي نقطه تتاكد منها تماما يا عصام. هناخد الكبسولات والنقط والاعشاب، والنهارده طبعا حظك حلو يا عصام، النهارده عاملين خصم 70% على الكورس سواء كان الكبسولات او النقط او الاعشاب، والاتصال طبعا من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشه. بشكرك يا عصام جدا، وطبعا يعني ان شاء الله باذن الله مستنيه تليفونك بعد شهر تقولي زوجتك خست قد ايه، وان شاء الله مشكله العظم اللي عندها اكيد يعني هتتعالج باسرع وقت طالما الوزن نزل.
نرجع بقى نتكلم على مكونات كورس لينكاب. احنا اتكلمنا على خلاصة الشاي الاخضر، اتكلمنا على الجارسينيا، واتكلمنا على الكارنتين. كمان في نقطة مهمة قوي في كورس لينكاب، الكبسولات والنقط والاعشاب، مادة الكروميوم. الكروميوم يا جماعة هايل في انه بيقلل الكوليسترول. طيب في ناس ممكن يقول لي طب الكوليسترول ده ضرره ايه؟ الكوليسترول يا جماعة والدهون الثلاثية ليها ضرر كبير جدا، ليها ضرر كبير جدا على الأوعية الدموية. الكوليسترول لو زاد ممكن لا قدر الله يعمل تصلب شرايين، يعمل جلطات، يعمل مشاكل كبيرة جدا في الأوعية الدموية ومشاكل في الجسم. دايما بقول ان الكوليسترول عندي ثلاث أنواع، في الكوليسترول الكويس اللي هو الـ HDL، ده ملناش دعوة بيه، ده حلو ده ما بنلعبش فيه. امال ايه الكوليسترول الوحش؟ ال LDL، ده الكوليسترول السيء او الكوليسترول الضار، ده اللي انا عايزه اقلله لانه مشكلته ان هو لو زاد بيعمل تصلب شرايين وبيعمل مشاكل في الاوعيه الدمويه. وكمان الدهون الثلاثيه، الدهون الثلاثيه دي اللي هي الترايجليسرايدز، من اكتر الحاجات اللي للاسف لما بتزيد بتعمل تصلب شرايين، بتعمل جلطات، وبتعمل مشاكل في الاوعيه الدمويه. فانا عايزه اقلل الاثنين، اقلل الكوليسترول الضار اللي هو LDL، وقلل كمان الترايجليسرايدز اللي هي الدهون الثلاثيه. هنقللهم ازاي؟ هنقللهم بماده الكروميوم اللي موجوده في كورس لينكاب. تعالوا نطلع فاصل سريع وارجع لكم بعد الفاصل، وهنتكلم بقى وفقره من اهم الفقرات في البرنامج. تابعونا وانتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والفقره دي من احب الفقرات لقلبي، لان بيبقى معايا دكتور من الدكاتره المميزين جدا في عالم التغذيه العلاجيه والرياضيه. هتنورنا في الفقره دي دكتوره ساره ياسين، اخصائي تغذيه رياضيه وعلاجيه، حاصل على شهاده دوليه من الجمعيه الدوليه للعلوم والرياضه ISSA والبورد الامريكي في التغذيه العلاجيه، ومحاضر تغذيه في اكاديميه جولز. منورانا يا دكتور ساره. ميرسي يا دكتور، ربنا يخليك. طبعا احنا سعداء جدا جدا بوجودك معانا النهارده. وعايزه بقى اسالك على سؤال مهم قوي. السمنه منتشره انتشار كبير جدا في عالمنا العربي دلوقتي، فكلمينا ايه هي اسباب انتشار السمنه بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ هو للاسف ان اللايف ستايل، او احنا بقينا مشغولين قوي، بقينا ان احنا بنعمل حاجات كتير، بقينا ان احنا بنجري بنتحرك معظم الوقت، فما بقاش في سبيس او فتره كافيه ان احنا نحضر اكلنا بشكل هيلثي. كمان بقت الناس بتطلب جانك فود من بره كتير، بدانا ان احنا نجيب حاجات من بره، بنستسهل الاكلات السريعه والحاجات دي كلها. فمع مرور الوقت بتلاقي وزنك عمال بيزيد، الاطفال عندك في البيت كمان مش بتتابع اكلهم بشكل منتظم، وزنهم كمان بيزيد. فبدا معدلات السمنه تزداد بشكل سريع جدا ال10 سنين اللي فاتوا في مصر وفي كل الدول. فده خلى الناس بدات تحس ان الموضوع بقى لا، احنا محتاجين نراقب وزننا ونخلي بالنا من وزننا، ونهتم بالرياضه، ونهتم بالمواد اللي بتخلينا نساعد معدل الحرق بتاعنا، ونقلل الشهيه بتاعتنا بشكل افضل. فدي بقت مشكله في كل الدول، مش هنا بس عندنا. طيب كورس لينكاب يا دكتور من اكتر الكورسات الناجحه جدا اللي محققه نجاح كبير الحقيقه، وانتم عاملين طفره في عالم التخسيس. فكلمينا على كورس لينكاب، وازاي قدرتوا تحققوا النجاح ده، وهل ليه مثلا اي اثار جانبيه؟ هو ميزه لينكاب ان هو عباره عن برودكت او منتج فيه خمس مواد طبيعيه. حلوه، ودي حاجه حلوه جدا. مواد طبيعيه يعني ما بتلعبش تماما في كميه المخ ولا المواد الكيميائيه. لا ده حقيقي، وانك تلاقي منتج فيه اكتر من ماده، يعني مجموعه خمس مواد مع بعض، دي حاجه حلوه جدا. في المواد كلها فيها عباره عن اعشاب، فيها عباره عن مستخلص نباتات من المواد اللي تركيزاتها قويه قوي ان هي تساعد على سد الشهيه وتساعد على التخسيس. المنتج كمان مرخص من وزاره الصحه، ودي حاجه مش بنشوفها كتير. فانك تشتري منتج امن مرخص من وزاره الصحه، دي حاجه سيف، يعني انت بتشتريها وانت مطمنه بالظبط كده. المنتج كمان فيه يعني حاجات احنا ممكن نكون بنستعملها بس تركيزاتها جوه المنتج نفسه عاليه جدا. فحلو قوي. فانت بتاخدي حاجه فيها مثلا زي الجارسينيا، مثلا الجارسينيا دي من الحاجات الخطيره والتحفه جدا، كنبات بيساعد على سد الشهية، بيساعد على زيادة معدل الحرق، بيخليكي ان انت تقدري يحول الجسم بتاعك كده الدهون اللي متخزنة فيه يقدر ان هو يحرقها كلها بشكل سليم. فدي حاجة من الحاجات الحلوة جدا. كمان داخل فيه مستخلص الشاي الاخضر، وده طبعا ناس كتير قوي بتقولك عايزة تخسي اشربي شاي اخضر. صحيح. لكن تركيز الشاي الاخضر اللي موجود في لينكاب تركيز عالي، تقدري ان انت مش بس تشربي كوبايه او كوبايتين، لا ده بيعادل كانك شربتي عدد من الكوبايات الكبيره
كبيره جدا في الشاي الاخضر. الشاي الاخضر يعني انتي اوكسيدنت، بيحافظ على شعرك على بشرتك على كل حاجه. فبالتالي انتي بتاخدي منتج طبيعي بيساعد على سد الشهيه، بيخلي جسمك ان انتي تبقى زي محرقه كده للدهون، بيساعد جسمك ان انتي تقدري تخسي بشكل سليم ما ترجعيش الوزن ده تاني. ودي حاجه اغلب الناس بتشتكي منها، يعني ناس كتير بتجرب ادويه تخس عليها بيبقى فيها مواد ضاره او كده، وترجع بعد ما تسيب المنتج تلاقي انا زدت كتير قوي بعد ما اخذت المنتج ده. وفي نقطه كمان حابه اقول لك عليها كمان يا دكتور ساره، اني بشوف حالات كتيره تستخدم منتجات ممكن يكونوا بيخسوا عليها، ولكن للاسف بيبقى ليها اثار جانبيه وليها مشاكل كبيره بتاثر عليهم، سواء كان بقى بيرجعوا يتخنوا تاني كل الوزن اللي هم خسوه، بتسبب اكتئاب، ادويه كتير بتسبب اكتئاب، ادويه بتسبب مشاكل في الهضم، عسر هضم. فاحنا المنتج كورس لين كاب بتاعكم هو مرخص من وزاره الصحه المصريه، وده منتهى الامان والفعاليه. ده حقيقي. والفكره ان المواد اللي فيه مواد كلها هيربل او كلها فيها اعشاب، ده بيخليك ان انت توصفيه للناس وانت مطمنه. اي حد كمان حتى اللي عنده مثلا مرضى الضغط او مرضى السكر او حتى مقاومه الانسولين، يا ريت يا جماعه لو الترخيص يتعرض برده للساده المشاهدين، ترخيص وزاره الصحه المصريه برده عشان منتهى الامان والفعاليه. اهو الترخيص اهو موجود يا دكتور على الشاشه. ترخيص وزاره الصحه المصريه لكورس لين كاب، المنتجات كلها الكبسولات والنقط والاعشاب. ده حقيقي. تمام. انت كلمتينا كده على الجورسينيا والشاي الاخضر من مكونات الكورس. ده حقيقي. في كمان بقى ماده الالي كارنتين. الجسم اصلا اوريدي بيفرز الالي كارنتين ده، بس انا لما باخد الالي كارنتين ده من بره بيديه الجسم بقى باور، بيديه طاقه، فيبدا الطاقه اللي هو بياخدها من حرق الدهون ده بتخليه بقى عندك طاقه انك تعرفي مثلا لو هتبذلي شويه رياضه بسيطه، لو هتقدري انك انت تتحركي، لو هتعملي اي سيمبل او اكسرسايز بسيط كده في اليوم. الالي كارنتين ده من الحاجات الممتازه جدا ان هي تديكي الطاقه، سيف جدا. كمان في نسبه كافيين، ده موجود في مستخلص الجورانا. فالكافيين اللي فيه، يعني الناس دايما متعوده ان انت عشان تفوق الصبح كده خد شوت قهوه شوت اسبريسو قبل ما تنزل التمرين بتاعك، قبل ما تعمل اي رياضه، لا هو فيه كافيين. بالتالي هيديكي باور، هيساعدك انك انت تقدري ان انت تعملي الاكتيفيتي بتاعتك على مدار اليوم بشكل حلو قوي. ما تحسيش ان انت، في ناس بتشتكي من الدايت دايما ان هي مصدعه وتعبانه وهمدانه، وتقولك وانس ان انا بدات اعمل دايت لقيت نفسي مش قادره اتحرك وباخد كالوريز او سعرات قليله قوي. لا بالعكس، انت لو مشيتي على نظام غذائي صحي جدا جدا في اكلك اللي انت بتاكليه بسعرات متوازنه، واخدتي معايا الكورس بتاع لين كاب، هتضمني ان انت هتنزلي في الوزن ومش هترجعي الوزن اللي انت زدتيه ده مره ثانيه. يعني احنا ممكن، معلش يا دكتور بدون قطع كلامك، احنا ممكن مع كورس لين كاب هنخس من غير ما نبقى همدانين او من غير ما يبقى فيه تعب وإجهاد. نتيجه الكافيين اللي فيه، نتيجه للكافيين والالي كارنتين قلت بالظبط، والالي كارنتين اللي فيه. كمان في كروميوم. كروميوم بقى انت قلتي ان ينفع للناس اللي عندها سكر. طبعا الكروميوم ده من اكتر المواد الاف دي اي ابروفد اللي انا اقدر اوصفها لاي حد مريض سكر، سواء هو مثلا لو عنده سكر من النوع الثاني. سكر النوع الثاني ده بيخليني ان انا محتاجه اخد ماده الكروميوم عشان خاطر ازود حرق الجلوكوز جوه جسمي، لان جسمي سواء هو كان عنده انسولين سنسيتيفيتي او عنده مقاومه انسولين او كده، ده بيخلي الجسم يقدر ان هو يحرق السكر او الجلوكوز الزياده اللي موجود في الجسم. فبالتالي بتلاقي نفسك ان انت تقدري مع مرور الوقت تتخلصي، لو انت بتاخدي ادويه كتيره قوي قوي للسكر وكده ومش عارفه تسيطري عليه، مع الكروميوم اللي موجود في لين كاب ده هيخليكي ان انت قادره تتخلصي شويه من الادويه، ويقلل من معدل السكر والجلوكوز الزياده في الدم. بيزود طاقه الجسم، بيحسن النشاط او المردود البدني ليكي، فده بتلاقي نفسك صحتك احسن وبتخسي بشكل افضل ومش بترجعي تزيدي وزنك مره تانية. ففعلا المواد اللي فيه الخمس مواد كخمسه مكونات او انجريدينت في يعني دواء او كبسوله واحده، ده حقيقي كويس قوي. طيب تعالي نطلع فاصل سريع يا دكتور ونرجع لك تاني. ورجعنا لكم، وحابه افكركم بارقام التواصل لكورس لين كاب من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. ده ارقام الفريق الطبي الخاص بكورس لين كاب اللي عليه النهارده خصم 70%. حابه اقول لكم ان الفريق الطبي لكورس لين كاب هم كلهم دكاتره تغذيه حاصلين على شهادات طبيه موثقه، خريجين المجال الطبي سواء كان بقى طب صيدله، ما هماش خبراء تغذيه، ودي نقطه مهمه جدا ان هم كلهم دكاتره في الفريق الطبي لكورس لين كاب. زي ما قلت لكم عليه
عليه النهارده خصم 70% الكورس كبسولات ونقط واعشاب، يعني الخصم 70% على الكبسولات وعلى النقط وعلى الاعشاب، مش بس الكبسولات عشان في ناس بتتصل فاكره ان هي الكبسولات بس، فحابه اقول لكم انه خصم 70% على الكورس كامل الكبسولات مع النقط مع الاعشاب. اكيد طبعا كورس لين كاب زي ما كلنا عرفنا هو اعشاب طبيعيه 100% ملوش اي اثار جانبيه، وطبعا مرخص من وزاره الصحه المصريه. اي حد عايز يطلب الكورس ويبقى من اول 100 متصل، لان للاسف العرض على اول 100 متصل بس عليه خصم، هياخد خصم 70%. للاسف المتصل 101 يرجع يكلمني يقول لي احنا ما خدناش الخصم، احنا عايزين الخصم 70%. فان شاء الله باذن الله يا جماعه يا رب كلكم تلحقوا تاخدوا الخصم 70% من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وكمان في صفحتنا صفحه الفيسبوك صفحه كورس لين كاب هتظهر قدامكم على الشاشه، برده ممكن تطلبوا من خلال رسائل صفحه الفيسبوك. بس طبعا انا زي ما بقول لكم برشح دايما ان انتم تتواصلوا من خلال التليفونات، حتى ولو لقيتوا ان مفيش حد بيرد او التليفونات مشغوله ارجعوا تاني اتكلموا، لانه بيبقى للاسف ضغط مكالمات. نرجع تاني بقى لدكتور ساره ياسين منورانا، وكنت عايزه بقى انت كلمتينا على المكونات، احنا قلنا خلاصه الشاي الاخضر في كورس لين كاب، اتكلمنا على الجارسينيا، اتكلمنا على الكارنيتين، واتكلمنا على الكروميوم. في بقى كمان ايه؟ قلت لنا الجرانه بقى كنا قطعنا. ايوه. قلنا ان الجرانه ده كنبات كان هو فيه نسبه حوالي 22% من الكافيين. أيوة. ومن الكافيين ده هو ده اللي بيديكي الطاقه وبيديكي الباور. وبيقدر ان هو يحول الدهون اللي موجوده جوه جسمك لطاقه. أيوة. كمان بيساعد على زياده معدل الحرق، ودي مشكله كبيره قوي يا دكتور ناس كتير بتشتكي منها. صحيح. يعني احنا بيجي لنا في الكلينك حالات تقول لك انا بحاول انزل كتير بس الحرق بتاعي قليل قوي، طب اعمل ايه؟ فبالتالي المنتج بقى بيديك المواد هتقدر ان هي تسد لك الشهيه، هتقدر ان هي تزود لك معدل الحرق بتاعك، هتيجي بقى اي هيستوري مرضي بيقلل لك معدل الحرق بتاعك، او انت مش بتتحركي كتير قوي. هيديكي باور ويديكي طاقه تقدري ان انت تتحركي بيها بشكل كويس، وده هيخليكي ان انت معدل الحرق بتاعك يزيد وتخسي بشكل حلو قوي. حلو قوي يا دكتور. طيب كان معانا بقى حاله من الحالات الناجحه اللي كانت مع حضرتك يا دكتور وخست، الحقيقه كانت من النماذج المشرفه، يعني انا برضو لما شفت الصوره الحقيقه ذهلت من جمال الصوره ومن الخساسان اللي حصل الفظيع، فيا ريت تورونا صوره سامح هتتعرض دلوقتي يا دكتور على الشاشه. وعايزه اكلمك بقى على اهو السامح قدامنا بقى يا دكتور، احكي لنا بقى خس قد ايه في وقت قد ايه. هو زي ما قلت لك ان البرودكت او المنتج بتاع لين كاب مش بس للستات، لان ناس كتير بتفتكر كده، لا هو كمان بيدي افكت كويس قوي مع الرجاله. هو سامح كانت مشكلته ان انا زي ما قلت لك حياته زحمه قوي، فيها دروس وبيتحرك وبيروح وبيجي وبيعمل اكتر من حاجه. أيوه. ما كانش فاضي ان هو يظبط اكله. أيوه. لما بدا يستعمل لين كاب بدانا احنا نظبط له اكله بنسبه مثلا 70-80%. ممتاز. وده ان احنا بقى نديله كمان الكورس بتاع لين كاب. نزل حوالي في شهرين مثلا اراوند من 15-20 كيلو، وصل للصوره دي. فده كان يعني بالنسبه له. لو تشوفي الصوره يا دكتور، يعني اللي يشوف الصوره قبل وبعد يقول ده عمل عمليه تدبيس او تحويل مسار او كتير تكميل. فعلا من زمايله قالوا له كده، قالوا له انت اكيد رحت عملت كده، استحاله تكون عملت ده بنظام غذائي بس بسيط، او ان انت اخذت اكل او اخذت كورسات او لين كاب. لا هو بصراحه لين كاب كمان ما عملوش اي سايد افكت، لان ناس كتير كانت بتشتكي زي ما انت قلتي ان هو بيعمل لها صداع، بيعمل لها اكتئاب، بيعمل لها دايما توتر وكده. لا لا خالص. ممتاز. هو بدا يستعمل ده، بدا ان هو ينزل بشكل صحي، بدا ان هو يظبط اكله شويه كده مع لين كاب، بدا ان هو ينزل لحد حوالي 15 يمكن اكتر، ومكمل كمان يعني. ما شاء الله. مكمل كمان. انا حاسه انه مش محتاج اصلا والله يا دكتور، هو كده وصل تمام الوزن المثالي خلاص. لا لا هو يعني يعني نزل 20 كيلو من وزنه، بيبدا ان هو عايز ينزل كمان واكتر. وبدات بقى الناس كلها فعلا حاسه ان هو يعني ظبط وزنه بشكل حلو، وحياته بقت احسن، نفسه بقى احسن طبعا. قدر يمارس الاكتيفيتي بتاعت حياته البسيطه اليوميه بشكل لطيف. فده يعني بقى جميل قوي. ممتاز والله يا دكتور. الواحد لما بيشوف الحقيقه قصص النجاحات دي مع كورس لين كاب الحقيقه بيبقى مبسوط، لان الناس دي فعلا حياتها مش بس يعني طريقه شغلها اكيد بتختلف. صح. طريقه حياتها حتى الاجتماعيه في محيط الاسره، في محيط الولاد، في محيط حتى في النفس، يعني اكيد الدنيا بتتحسن جدا. وده اللي احنا كلنا عايزينه، ان احنا كلنا نبقى في صحه كويسه، نعيش بشكل افضل. بالظبط كده. حابه بس افكركم
لكم بقى في النهايه يا دكتور بالخصم اللي انتم عاملينه على كورس لين كاب، انه انتم عاملين النهارده خصم 70% على كورس لين كاب كبسولات ونقط واعشاب. طبعا الاتصال من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، وبتحصلوا على الخصم 70% لاول 100 متصل، وان شاء الله كلنا نخس وان شاء الله كلنا نوصل للوزن المثالي في اقل وقت وباقل مجهود وفي اسرع وقت كمان ان شاء الله. ميرسي جدا يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك جدا يا دكتور. ان شاء الله حلقات باذن الله. باذن الله يا حبيبتي. باذن الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، هستناكم بكره في نفس الميعاد، تابعوني، وكان معاكم دكتوره حنين الحسيني، وباي باي.